بنرحب بيك وبنرحب مرحبا بالكابتن مصطفى، هاني وبنرحب حبيبي بمشاهدين قناة النادي الأهلي. مشرفينا حبيبي، النهارده نورنا يا يا كابتن. ايمن. بنور يا كابتن، ربنا يكرمك. ما شاء الله، يعني انتوا الاثنين ما شاء الله. ياسر طبعا يعني انا كنت بقول عليه دايما، يعني لو يسمح لي، يعني انا شايف انه كان هيبقى هاني رمزي الثاني، بقى أنا تفوق فاكر على هاني الكلام ده رمزي كله القديم والله يا كابتن. لا بصراحة طبعا، لا 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 بجد والله خالص يا يا ياسر، كابتن. هاني رمزي ده يا شرف كابتن ليا ليه؟ ما شاء الله. ده لا ده 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 وسام على صدري والله لا يا كابتن حبيبي، لا والله والله. بنقول لكم مبروك طبعا اولا، الله يبارك فيك وثانيا المشوار البطوله كان طويل قوي، ودايما احنا ما بنحبش، او في بعض الناس بتقيم البطوله بالمباراه الاخيره، لكن احنا بنقول كان مشوار طويل اكتر من 15 شهر. مر عليكم ازاي يعني مشوار البطوله يا ايمن؟ هبدا بيك، لغايه ما وصلت للمباراه النهائيه بكل ما يحاط بيها، انها مباراه تاريخيه اول مره تقام على يعني من مباراه واحده، يعني مشوار البطوله كده سريعا لغايه مباراه نادي الزمالك. والله طبعا في البدايه يعني زي ما انت قلت يا كابتن، هي مش هو مش من النهائي بس، يعني صحيح. من اول بطوله المشوار كان صعب. من بدايه الادوار التمهيديه، بدايه الادوار المجموعات، بعد كده بنقابل فرق قويه جدا في المجموعات، بتقابل برضو فرق قويه، فالماتشات كلها كانت صعبه. يعني احنا لغايه الوصول للنهائي كان صعب، لكن احنا قدرنا الحمد لله. يعني السنة اللي فاتت، يعني انا هرجع طبعا بحضرتك شوية ورا، السنة اللي فاتت احنا خرجنا بشكل مش كويس شوية، بس خدنا عهد على نفسنا ان احنا في بداية الموسم دوت ان احنا نقدر نحقق بطولة افريقيا، والحمد لله يعني قدرنا في الاخر نحققها، يعني في ظل الحاجات الصعبة اللي احنا مرينا بيها. صحيح صحيح, صحيح.